دايما وعايزين يعني عايزين نشيد برضه بدور السفاره المصريه، السفاره المصريه من اول لحظه وصول النادي الاهلي في تونس وهي الناس مرتبه كل حاجه بتسهل كل حاجه على بسة النادي الاهلي، وشغلها ما ابتداش لما الاهلي يوصل تونس لا بالعكس كان في تواصل هنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي وكان في تسهيل لكل الاجراءات. ايضا النهارده كان الاستاذ ايهاب فهمي سفير مصر في تونس حضر تدريب الاهلي النهارده وزميلنا فاروق صلاح سجل مع لقاء نروح نشوف اللقاء ونرجع استكمل حواري مع ضيفي كابتن شريف عبد المنعم كابتن عادل عبد الرحمن كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من تونس مقر اقامه بعثة فريق النادي الاهلي واولى تدريبات فريق النادي الاهلي على الملعب الفرعي برادس واستعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق الترجي التونسي في مباراه الذهاب للدور النصف النهائي دور كبير جدا بتبذله السفاره المصريه ممثله في معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه في تونس ودور كبير جدا في تسديد كافه الامور والتنسيق قبل قدوم بعثه فريق النادي الاهلي يسعدنا ان يكون معنا هذه الاثناء معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بتونس معالي السفير برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي جهد كبير ويعني امور بتبذل يعني حتى من قبل قدوم فريق النادي الاهلي حطنا في الصوره وقربنا من المشهد اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين كان طبعا ده طبيعي ان احنا نكون في شرف استقبال النادي الاهلي برئاسه نادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب وده طبعا دي مهمه اساسيه ويعني كان ايضا في شرف الاستقبال كابتن او سيد حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي ويعني كانت لفته كريمه حقيقه منه وده عكست مشاعر الاخوه والمحبه اللي بتجمع ما بين الناديين ورئيسي الناديين ونتمنى ان ان شاء الله تكون المباراه يوم السبت القادم ما بين الناديين العارقين نادي الاهلي ونادي الترجي ان تعكس العلاقات المتميزه ومستوى وروابط اللي بتجمع ما بين الشعبين مع السفير اعتقد اتصالات تمت يعني يعني منذ تحديد ان المباراه ما بين الاهلي والترجي حطنا في الصوره والاتصالات اللي كانت بتتم من خلال المسؤولين في النادي الاهلي مع حضرتك ومسؤول السفاره المصريه. طبعا انا من خلال حضرتك ومن خلال قناه نادي الاهلي بتوجه بتوجه بالشكر للسلطات التونسيه على كل ما بذلته من جهد في توفير كل سبل الراحه وتوفير يعني كافه الاجراءات اللي بت يعني بتيسر اقامه البعثه وايضا فيما يتعلق بالتأمين منذ وصول البعثة وحتى اللحظة دي إلى يعني إن شاء الله إتمام المباراة على خير ومغادرة البعثة موفقة بإذن الله. وكان يعني هناك عدة لقاءات سواء مع رئيس نادي الترجي التونسي سيد حمدي المدب اللي كان وجوده في المطار كان يعني أكيد تأكيد وانعكاس واضح لعلاقة الاحترام المتبادل بين الناديين وتقدير ايضا لمصر وللنادي الاهلي ويعني وطبعا لكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه والعربيه والافريقيه وايضا التقيت بالاضافه لسيد حمدي مد السيده وزيره الشباب والرياضه والادماج المهني بالانابه السيده سهام العيادي وكانت أكدت لي حرصها التام وحرص كل السلطات التونسية على إنجاح هذه التظاهرة لأننا بنتطلع أنها تكون في إطار أجواء إيجابية وودية وأخوية وأنها برغم التنافس ما بين الناديين نتمنى أنها تكون في أجواء طيبة للغاية تعكس بشكل واضح العلاقات المتميزة ما بين مصر وتونس وطبعا السنة دي إحنا بن سيد الرئيس الرئيس السيسي تم الاعلان خلال زياره فخامه الرئيس ايضا القس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه خلال زيارته الاخيره للقاهره اعلان عام 2021 2022 عاما للثقافه التونسيه المصريه وبالتالي هناك العديد من الفعاليات الثقافيه بمفهومها الشامل وطبعا الرياضه هو بعد مهم وركيزة أساسية في هذه العلاقات وإن شاء الله بإذن الله تكون الأنشطة الرياضية داعم للتقارب، تعزيز التقارب بين الشعبين علي السفير مباراة بقيمة الأهلي والترجي أكيد بتحظى بشعبية كبيرة جدا في اهتمام وسائل الإعلام وأيضا اهتمام الشارع التونسي يعني برضه حضرتك تقربنا من الصورة وحديث وسائل الإعلام وأيضا الشارع التونسي عن قيمة المباراة وأهمية المباراة ما بين الأهلي والترجي طبعا قامة كبيرة زي الأهلي ونادي الأهلي وأيضا نادي الترجي هو حدث بيترقبه الجميع سواء جماهير التونسية أو الجماهير المصرية وكان طبعا يعني هذا الترقب مصحوب برغبة كبيرة من نادي ترجي للسماح لهم بوجود جماهير أن يتم المباراة بوجود جمهور وبناء على هذا الطلب تم تدارس هذا الأمر في اجتماع لرئاسة الحكومة التونسية وتقرر السماح بالحد الأدنى للخمسة آلاف متفرج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة اللي بت تتخذها الدولة في إطار مواجهة جائحة كورونا، يعني لن يتم السماح بالطبع لأي متفرج للدخول إلا بتقديم ما يثبت خلوه من الفيروس كورونا من خلال مسحة سلبية، وإن شاء الله بإذن الله يعني نشهد مباراة يسودها الود والمحبة ما بين الفريقين. معالي السفير يعني رساله حضرتك لعيبه النادي الاهلي وايضا انا شايف ان حضرتك بتتمتع بصداقه مع يعني الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي الاستاذ انديل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ده شرف لينا ويعني مين ما بيحبش كابتن محمود الخطيب ومين ما بيحبش يعني الفن الكره اللي امتعنا لسنوات ولسنوات وما زال بيمتعنا من خلال رئاسه النادي الاهلي وطبعا بتوجه بالشكر لكل البعثه الفريق النادي الاهلي وباشمهندس خالد مرتجي وجميع الاعضاء المشاركين في البعثه ويعني نتمنى تكون ليهم إقامة جيدة وممتعة إحنا دايما جنبهم من الاستقبال حتى المغادرة وأنا بتشرف دلوقتي حضرتك بنصور في الملعب حيث الميران الأول للنادي الأهلي وبإذن الله يعني يكلل مجهودهم ده بالنجاح وبالتوفيق وإن شاء الله بإذن الله نرى أيضا مباراة جيدة ترتقي لمستوى وعراقة النادي الأهلي ونادي الترجي أيضا. نشكر حضرتك يا معالي السفير وبالتوفيق إن شاء الله النادي الأهلي. شكرا يا فندم أهلا بحضرتك شكرا. اعزائي المشاهدين متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ده كان لقاءنا مع معالي السفير ايهاب فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بتونس ومجهود كبير جدا بيبذل من افراد السفاره المصريه وتذليل كافه الصعاب الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي قبل مواجهه النادي الاهلي امام فريق الترجي في مباراه الذهاب للدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي ويعود من تونس ان شاء الله مكلل بالانتصار وان شاء الله بالتوفيق ايضا في مباراه العوده ومن ثم الصعود للمباراه النهائيه وباذن الله التتويج بالبطوله العاشره بمشيئه الله